بطولتنا المفضلة إن شاء الله النهاردة تكون البداية لاستعادة النجمة التاسعة الأفريقية النجمة السمراء للنادي الأهلي. في البداية طبعا عايزين الأول نروح ونشوف إزاي الصحافة تناولت أخبار النادي الأهلي واللقاء الهام النهاردة قصاد جيما الأثيوبي. الأهلي يستهل اليوم مهمة استعادة دوري أبطال أفريقيا بمواجهة جيما الأثيوبي. يوسف يحذر لاعبيه من سرعات المنافس وتشكيل إجباري بسبب غياب 7 لاعبين. الأهلي يستضيف جيما الأثيوبي في بداية البحث عن حلم جديد. 7 غيابات في كتيبة محمد يوسف وبطل أثيوبيا يعتمد على CDB. الجمهورية، الأهلي يتحدى جيما لاستعادة لقب الأميرة. الشروق، الأهلي يبدأ مشوار استعادة اللقب الأفريقي بمواجهة جيما الأثيوبي. يوسف يعاني من الغيابات نتيجة الإصابات وإيقاف أزارو، وتشكيلة اضطرارية تعيد كوليبالي واستمرار ندفد كظهير أيمن. الدستور، الأهلي يبدأ رحلة استعادة اللقب الأفريقي الغائب أمام بطل أثيوبيا. الوفد، التالتة تبتأ، شعار الأحمر في افتتاح مشوار دوري الأبطال. الأهلي يبدأ مطاردة الحلم الأفريقي الغائب بمواجهة جيما الأثيوبي. الأخبار المسائي، الأهلي يعود للتحدي الأفريقي، الأحمر يبدأ مشوار التعويض في دوري الأبطال أمام بطل أثيوبيا. المساء، الأهلي يبدأ مشوار الملايين من برج العرب، الإصابات تفرض نفسها على تشكيل الأحمر وعودة عاشور والسولية وكوليبالي، خطة يوسف تستهدف الفوز للتأهل المبكر. اليوم السابع، الأهلي يتحدى مفاجآت الصغار أمام جيما الأثيوبي في بداية رحلة استعادة اللقب الأفريقي. يوسف يعاني من قلة البدائل ويراهن على هدف مبكر، وبطل أثيوبيا يسعى لتحقيق المفاجأة. المصري اليوم، الأهلي يستهل مشوار الأفريقي بمواجهة بطل أثيوبيا. يوسف يحذر اللاعبين من التهاون ويطالب بحسم التأهل من الإسكندرية. أبا جبار يراهن على الثلاثي الخطير. بوابة أخبار اليوم، اليوم الأهلي يبحث عن الانطلاقة القوية في البطولة الأفريقية أمام بطل أثيوبيا. يورو سبورت، الأهلي يخوض الافتتاح رقم 30 في دوري الأبطال. الموقع الرسمي للنادي الأهلي عبد الحفيظ، نسعى لبداية قوية في دوري أبطال أفريقيا. الموقع الرسمي للنادي الأهلي يوسف، درسنا فريق جيما الأثيوبي جيدا ونحترم كل المنافسين. في الجول، الأهلي أبا جيفار مميز من الناحية البدنية وهناك ثقة في اللاعبين رغم الظروف. الموقع الرسمي للأهلي، محاضرة أخيرة للاعبين قبل لقاء جيما. يلا كورة، ندفد وهاني حلان أزمة دفاع الأهلي أمام جيما وعودة عاشور. عودة كوليبالي أبرز ملامح التشكيل المتوقع للأهلي في موقع جيما. اليوم السابع، وليد سليمان يعود للتشكيل الأهلي الأساسي أمام جيما في دوري الأبطال. العرضيات، سلاح الأهلي قبل مواجهة جيما الأثيوبي. الأهلي.com، أبا جيفار يصل الإسكندرية في ساعة مبكرة وعدد من الجمهور الأثيوبي في استقباله. بطولات، مخطط الأحمال يقود ميران مستبعد الأهلي من مباراة جيما الأثيوبي. سيبكوا دلوقتي مع التقرير اللي هتشوفوه معانا، وبعد كده هنرجع ان شاء الله ونستقبل ضيوفنا النهارده، نقاد رياضيين الكبار استاذ عصام شلتوت والاستاذ محمود صبري.